انت شاركت في كبير قوي في كذا سيزون توماس، وبعد كده اختفيت تماما. ليه؟ مع ان بقيه الادوار كملت، يعني فزع كمل، دكتور ربيع كمل، يعني كل بقيه الشخصيات الاساسيه كملت، ليه توماس اختفى؟ هو توماس اختفى بس عشان حاجه، يعني احنا عملنا السيزون الاولاني كانت قسم نصين 15 و15 حلقه، وبعد كده قعدنا سنه ما اتعملش الكبير، وبعد كده جه السنه اللي بعديها انا كنت مضيت مسلسل كان شربات لوز، وكلموني عشان نعمل الكبير، بس يعني انا في الكبير كنت عامل لوك معين، كنت عامل شعري كده احمر ودي كنت مربيها برضو وعاملها صفرة، يعني الشكل اللي آه. كنت عامله فما كانش ينفع. وكنت خلاص اوريدي اتفقت مع الناس ومضيت وكده، وهما بس كلموني كان متاخر. فقلت لهم يعني معلش مش هقدر ابقى معاكم، يعني وعلى عيني كنت يعني هموت واشتغل طبعا في الكبير. كبير برضو يعني عشنا ايام حلوه جدا جدا مع بعض، والكرو كله بحبهم جدا ونفسي اشتغل معهم تاني.